ابو جوده انحقق بالسرقه ومطرق معه شيء وما عرف مين الحرامي. يمنع مسيرته بخاطر مشان الله. واحد فات الدولة كاس الشاي وحنا ضرب طريقه وطلع، هذا اسمه تحقيق. يعني هلا شو الحل يا رجال؟ شو الحل عبيد؟ انا بشوف انه نحن نحرس الحارة. كيف عبيد كيف؟ شباب الحارة بيحرسوا وبيراقبوا، ايه من فات وايه من طلع، ومن الليلة بيستلموا كل مفارق الحارة. يا سيدي هذا هو الحكي المضبوط. بهالحالة بنحسن ننام ونحن مرتاحين. هي خلصنا منها. عندي خبر مفرح حابب خبركن اياه. تفضل عقيد. ابو ابراهيم طلب ايد بنت صهري ابو عصام لابنه ابراهيم. ونحن بيشرفنا انه نناسبه، انا وابو عصام واخي ابو قاسي. استغفر الله عقيد، نحن اللي تشرفنا. 100 ورد يا ابو ابراهيم. ان شاء الله الف مبروك ابو ابراهيم. الله يبارك فيك. مبروك. وعدوني الكتاب بعد بكره. إيه والله والله لو الدنيا نهار لأسلخ زلغوطة تسمع كل أهل الحق. لاحقة لاحقة صلنطي. والله إذا بيقع بإيدي لأكله بلا ملح، ما في كلام. رأي عمل لي فتلة بس جواني. قول الله. لك يخرب بيته، لك مين عم يفوت؟ يعني ما حدا منكم ترك قرنته؟ الو خالي اعوذ بالله. لا يا عقيد لا، ما في كلام كله بقرنته. ماشي. تيسروا انتوا. السلام عليكم. عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كم فات الحرامي؟ يعني شغلة لجنان وحدة بوحدة، معقول يفوت على الحارة وما حدا يشوفه؟ من البير. نعم أخي. حرامي فات من البير، والبير موصول بالأناية تبع النهر. إذا الله ما كذبني طريقه النهر. مظبوط والله، معناتها الحرامي عم يفوت من فتحة النهر للبير الأصلي، وبعدين عم ياخد طريق البيت اللي بده يسرقه، وعم يرجع من نفس الطريق ويهرب من النهار، ولا من شاف ولا من دري. عمى من الليلة شوي من الشباب بيراقبوا الحارة وشوي من الشباب بيراقبوا النهر، وبإذن واحد أحد قربنا نعرف مين قتل سمير الحمصاني والزعيم.
والله عطمك حياتك. وعيب عليك ولك تمد ايدك على رزق الناس وتسرق؟ لساتك شاب بأول طلعتك. أهلك ما علموك إنه السرقة حرام؟ علموني. لكن تقول له اني عم اشتغل عالتال. كذب ولا؟ شو اسمك؟ فتحي سيدي، فتحي. انت بتعرف شو بيساوي بالحرامي لما يلقطوه ولا ما بتعرف؟ بعرف سيدي، بعرف سيدي. ان شاء الله ببوس وجهك لتسلمني للترك. ان شاء الله ما عتعيدها يا سيدي، والله ما عتعيدها. استغفر الله العظيم، كل ذنب عظيم. قوم وقف على حيلك يا ابني، قوم قوم سيدي. مشان الله، مشان الله، إذا بفوت على حبس إخواتي بدهم يموتوا من الجوع. والله بدهم يموتوا من الجوع. يا الله يا سيدي. خلاص شوف يا ابني، الحرامي سمعته مي حلوة بين الناس. بكرة ما بيعود حدا يأمنك على رزقه ولا يأمن لك تفوت على بيته أو دكانته. بيقولوا هذا بكرة بيسرقنا، منشان هيك أنا رح أعفي عنك. ربي يخلي لي إياك يا سيدي، ربي يخلي لنا إياك ولا يحرمنا منك يا رب. بس بشرط توعدني ما بقى تمد ايدك على مال الحرام. بوعدك يا سيدي، بوعدك والله شاهد علي. مشان الشغل انا رح اشغلك عندي هون بالمضافه وبالبايك، استبينا؟ روح الله يخلي لنا اياك يا رب. انا رح احطك عندي موقتي بس لجربة وشوف ايش كان ضليت عند وعدك. خلاص بوعدك اني اكون خدامك. عبدو امرك عقيد. من على بكره الصبح بتوصل الطنجره والببور لاصحابهم واصحك جنس مخلوق يدرب اللي سواه فتحي. صار عقيد صار. روح ربي يخلي لنا اياك يا عقيد، الله يديمك ويعلي لنا مقامك يا رب. بسي خذ هالقرشين بتشتري فيهم شويه اكل لاهلها، واذا سالوك من وين جبت المصاري بتقولن انك عم تشتغل عندي. وبكره من على بكره الصبح بتنزرع عندي، فهمت؟ بسي الله يخلي لنا اياك يا سيدي، الله يعلي لنا مقامك، الله يستر على حريمك ولا يحرمنا منك يا رب. مورا معلم. اخذتها كلها اخواتها؟ اخذت سيدي، وابي وامي كتير دعوا لك. الله يرضى عليك. روح ساوي لي كاسة شاي بسرعة. على راسي معلم. شو بحبوا يشربوا القبطايات؟ هات نفسين ارجيلي عجمي وكاستين شاي مثل وشها. ايه؟ حرك. هو قال لك جيب كاستين شاي مثل وشها؟ اي والله يا معلم، وانت بتعرفني منيح انا ما بحب اكذب. الله يعوض عليك عمي، الله معك. بسيطة مسلم، بسيطة الله يرضى عليك. يعني الرجال بجوز متضايق وزعلان على عمته، جيب له طلبه وزرع الدقنية هالمرة. هلا معقول واحد متضايق وزعلان بيجي بياخذ بالقهاوي؟ هي أول مرة بسمع هيك سمعة. خلصنا مسلم، هو حر. الرجال حب يفرج عن همه ويشرب له نفس أرجيلة هو وصاحبه، منقول له لا؟ خلصنا الله يرضى عليك، روح على شغلك. مشي معلم مشي.
الله يجيرنا من مشاكل ابو النار. حاكم عقدات وجوزتين بخرج. ان احنا ناقصنا عي. امسكي اختي. هاي القرنفل اختي. وهي القرفه. وهي البيلون. انا ياتو عنده مني على دفتر اختي، انا بحسبها لجوزك. كتر خير. الله معك اختي، مع السلامه. مع السلامه. يا الله يا رب. شو على ابو النار هذا؟ غضبي سبحان الذي خلق على السحن اللي نتعه. لك عمته ام رضوان ما صار لها كم يوم متوفي، لسه ما شفت تراب قبره، يخرب بيته من حاله، لا فيش حاله مثل ديك بالحاره. شو نسيان انه البيت صار له؟ وش كان له يا بشير؟ نحن عند منا هون بالحاره في اصول، في اصول اخي، من جدودنا لهلا، ما بصير واحد غربت لي يتملك بالحاره. ايه وشو يعني؟ شو يعني يا بشير؟ هاي الشغله لازم احلها، ومن الشرش، لازم نحكي مع الزعيم اخي. والله عاد لكن امبارح لسه ابو النار وزلمته ال11 نايمين ببيت عمته ام رضوان. اي والله بكره بياخذوها عادي اخي، على خدني جيتك وسهر وعلاك مصدي. وبكره ابو النار بيجيب له كم واحد من زلمه بيسكنهم عنده منه بالبيت كمان هون بالحاره. شيء حلو والله. لا اذا هيك الحاله ما عاد تنسكت عنا بنوب. إيه بس الله يساعده للزعيم، شو بده يحل مشاكل الحاره اللي يحل. اخي انا مش هيك عم احكي. بكره باجتماع الاعضاء الله يرضى عليك ابو بشير، انا بدي شور على الكل بهالقصه. بدي اقول لهم هذا البيت اخي لازم نشتريه، منك قرشين، مني قرشين، من الثاني قرشين، من الثالث قرشين، بنشتري بيت مرحوم ام رضوان وبنخلص. شو رايك؟ فكره والله. وهيك بنقطع رجل ابو النار عن الحاره وما بقى له حجه يلفي عليها. السلام عليكم. اهلين عم عصام. الله يرضى عليك، جبت الصينية يا بي؟ جبتها يا بي. ابو بشير الله يرضى عليك، بدي اياها توصلي بسلينة الدجاج هيا، بدي اياها مأمرة ومحمرة من فوق ومن تحت. على راسي. عصام قولوا له عند اخوك بشير وقول له حمر لي اياها قد ما بدك. ايه قول له بطل لي على التناول يا بي. على راسي. يلا السلام عليكم. الله معك يا بي، الله معك، مع السلامة. هذا بشير ولد الله وكيلك، كل ما صارت زركة شغل عندي بفوت بالحيطان بس بده يخلص. ما كان يتعلم وصول الشغل. أبو عصام دحي لعيونك، إدني هي عم تجاني، شو حلتها؟ أخي دفي لك معلقة زيت زيتون دافي تكونها وتلاقى فيها على مهلك، وبتدعي لي إن شاء الله خير. إن شاء الله. مين؟ أنا يا أختي، أبو سمير الحمصاني. شو بدك منا يا أخي؟ وليش عم تدق علينا بهالوقت؟ لا تواخذيني يا أختي، الله يخليكي بدي أسألك سؤال، مزكي الداية عندك شي؟ ايه عندي. بمعيتك يا اختي خليها تيجي معي، مرتي الى ساعة عم تطلع وهلكت وانا عم دور عليها. ايديا يا اخي هلا بنادي لك. الا امزكي امزكي امزكي. ابو سمير الحمصاني وقال مرته عم تطلع. سمعته يلا جاي. وينك فريال؟ لا تنسي الاستقبال، ها موعده بكرة بعد العصر ان شاء الله. يلا يلا خاطرك. تيسري. مع السلامة. الله والنبي معي. يلا. شو ابو سمير؟ ما بتقعدي بالبيت يعني؟ صار لي ساعة عم دقدق ابواب الناس لحتى لقيتك. ما قلت لي قديش إلى المرة عم تطلع؟ من ساعة طقت ميت الراس، أنا خايف عليها يا أم زكي، خايف إيه عليها. وأنت الثاني، إيه لا تخاف عليها، ما شاء الله حولها وحواليها، صارت جايبت لك سبعة بعيون الشيطان، إيه عندها الولادة مثل قرطة التفاحة. تفضلي. يلا، وينها؟ تعال قلنا. مري. من هلا الشرط اذا رحنا ولقيناها باظه الولد بدك تعطيني اجرتي كامله، فهمت؟ لا اله الا الله، والله لا ادفع لك اجرتك كامله، والله لا ادفع لك اياها كامله، بس خفيني رجلك. اي يلا امشي امشي. بكره بعد العصر عم بستناك يا سعاد. حبيب قلبي يا مجنون. اهلين ابو سمير. طال وحوزي حلو. ان شاء الله الف مبروك. لك الله يبارك فيك ويخلي عندك في جهه النبي محمد. الله يديمك فوق راسه. ابو حاتم معيت عيونك. باركنا بمعيتك عمي ابو حاتم. شو بقلاوة؟ بسم الله. اي والله شو المناسبة؟ امبارح اجاني عدنان، الله يبعث لك صبي بجاه النبي العدنان. امين يا رب. الله يسلم لك يا ابو سمير. ان شاء الله بيعيش وبيربى بدلالك. وتشوفه عريس وتفرح من اولاده. والله يخليك يا ابو حاتم ويرزقك مثل ما رزقني. انت امك لباب السماء يا ابو سمير. ان شاء الله مبروك يا ابو سمير. الله يبارك فيك مولانا.
شو سميت ولد صغير؟ الله سماه عدنان سيدنا. اللهم صل وسلم وبارك على النبي المبارك. ان شاء الله بيربى بعزك ودلالك يا اب سمير وبتفرح باولاده. الله يعزك عقيد. السلام عليكم سيدو. الله معك. مع السلامه. خطيها الاب سمير لوالي قلبي. طاير عقله بهالصبي. الله يطعمه لكل محروم. حاكم ما حدا بيحمل اسم الاب غير ابنه. شو بنا ابو صالح؟ انت خلفت والله طعمك الشهيد عبد القادر، وانت بتعرف شو مكانة الشهيد عند ربه، وطعمك صالح، وباذن الله راح يرجع الشام، راح تشوفه وتشوف اولاده، وبكره بتقول الشيخ عبد العليم قال. يا مو دلالك بديري بالك منيح على الاولاد، الله يرضى عليك. ها نحن ساعتين ما بنتاخر. طيب يا مو خلينا معك، الله يوفقك. هي لطفية اجت مع امها لما زارتنا. ما بيصير لك امي، ما بيصير اشحطكم كلكم معي مره ثانيه، ان شاء الله باخذكم. يلا يا مو ما بدنا نتاخر على الموعد. ايه ما بتعرفي الريال قديش لسانه طويل، هلا ما بنخلص منه. يلا خاطركم. مع السلامه يا مو. مع السلامه يا مو. خالتي دلال تلعبي معنا طميمه؟ لا حبيبتي، العبي مع خالتك جميله، انا ما بدي العب. يا خالتي جميله الله يخليكي. حاضر سليم افندي. على مالك لك ابي شوارب هدولك. ابي الله يرضى عليك، لما قص شيتك نظفه من الشعر، تروح مش طرقتين ثلاثه هيك خليه ينضف. عم يعص على الشوارب عصك ابي. يعني عم بطرقه عم بطرقه، بس هو بده سن. ايه خلص بده سن، تريك من ايدك. اليوم تاخذ كل المقصات عند المجليخ تشلخن وبتسنون. حاضر يا بي. يا بي بدي اسالك سؤال. سؤال. هلا اختي بوران ليش نامت عنا امبارح يا ولادها؟ عادي لك ابي، عادي، بنته حابه تزور بيت اهلها هي ولادها. شو الغريبه يعني؟ ولاد اشتاقوا لستهم. شو في ببالك انت؟ قلي لي شوف. ما في شيء يا بي، بس هيك عم بسال. ايه ما بيصير. روح عند عمك ابو مرزوق الله يرضى عليك، انا موصي على شويه اغراض، وديهم بسرعه على البيت وتعال. حاضر يا بي. والمقصات؟ انا باخذهم براسي لعند المشلخ، بشلخهم وبسنهم. روح بقى خلصني. السلام عليكم. سلام ورحمه الله. لا حول ولا قوه الا بالله العظيم. سبعة مالي تسعة عشرة. يا مستر مكاني. طيب حبيبتي خلص ما تزعلي، هالمرة أنا رح أتخبى وأنت دوروا علي، اتفقنا؟ يلا تعوا غمضوا عيونكم. يلا عدوا لشوف. خليكم عم تعدوا لشوف خالكم عصام. مرحبا أختي. أهلين أختي. شو وين أمي؟ راحت زيارة مع بولام. اخذي أدوار المطبخ. شهر عصام خالو عصام. أهلين خالو. ما بدك تلعب معنا طميمة؟ بلعب معكم، بس بدي اسألك سؤال بالأول. أبوكي وأمك تخانقوا امبارح شي؟ ايه تخانقوا، وأبي ضربها لأمي وصارت تبكي. ضربها؟ ليش ضربها؟ ما بعرف، كل يوم بيضربها وأمي بتبكي. خلصان خلصان، ما بدك تلعب معنا طميمة؟ لا خالو لا، أنا عندي شغل. لعبوا مع خالاتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلين وسهلين عمي مور. عمي أنا رياض بن محمود النحاس. أهلا وسهلا ابن الغوالي. مين ما بيعرف أبوك؟ أبوك أحسن معلم بكار النحاس في كل الشام. هون عم يعود. يلا يا رب. هات لشوف. شو أخبار الوالد؟ صار لي زمان ما شفته، من أكثر من سنة. والله يا عمي الوالد أعطاك عمره. شو عم تحكي يا ابني؟ الوالد توفى؟ كيف صار الشيء؟ أنا اللي بعرفه إنه أبوك الله يرحمه كان زول، طول وعرض وجسم وصحة. وقع عليه لوح نحاس بيوم هوا، ذبح وذبح. شق له راسه من ورا وما قدرنا نعمل له شيء. الفرح من الموت تنزل عليك يا أبو رياض.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إيه اللهم لا اعتراض. شو أخباركم أنتو؟ إن شاء الله ما لكم معتازين شيء. ترى أنا رقبتي سدادة، أبوك له أفضال كتير علي. الحقيقة يا عمي الوالد حكالي عنك كتير وقال لي إذا بيوم من الأيام اعتزت شيء ما لا غير عمك أبو خاطر، هذا مثل أخي. أكيد عمي أكيد. لا عمي لا، أنا ماني طالب مصاري، أنا بدي أشتغل عمي. من عيوني التنتين الدكان والمشغل تعتبرهن لك، بس يعني على علمي إنه أبوك عنده الدكان اللي كان يشتغل فيها، يعني ليش ما بيت فيها معلم؟ تخانقت أنا وعمي فؤاد لأنه له حصة بالدكان بعد ما توفى الوالد الله يرحمه، على اعتبار إنه الدكان كانت لجدي، قام أعطانا قرشين وأخذ الدكان وزتنا بالشارع أنا وإخواتي، والوالدة متوفية من سنتين، بقى ما بقي لنا حدا عمي. يا لطيف يا لطيف. لا تزعل عمي لا تزعل، من هاللحظة بتفوت بتستلم الشغل. تعلمت المصلحة مايك؟ لكن عمي لك، وإذا بدك جربني. قوم عمي قوم، قوم لعرفك على ابني خاطر الشغل اللي عندي. يلا يا رب. من هون. السلام عليكم. السلام عليكم. يعطيك العافية يا شباب. الله هون بيكون ممدوح أبو شوقي ابني خاطر معتز. هون بيكون رياض ابنه للمرحوم محمود النحاس، احسن معلم بالكار، رح يشتغل معكم، بديروا بالكم عليه، بتتعلموا منه وبيتعلم منكم. يلا فوت سلم شغلك. شو بقى عنا شغل؟ الحام مسكات بصبات القهوه يا بيه. شو رايك رياض؟ لعيونك معلم. ليه معلم رياض؟ يا اهلا وسهلا. مرحبا غالي. اهلا وسهلا بخالتي. شلونك تقبريني؟ الحمد لله تمام. امك هون؟ لك انا عم تشعل الببور تحت الطبخه. تفضلي تفضلي خالتي. الله يزيد فضلك. الى اهل يا ما يا ميت. اهلا وسهلا بخالتي ام بشير. بهالآن وهالعين يا ما يا يا ما خاله ام بشير عنا. يا ميت اهلا وسهلا بشهيره خالو. اي والله نورت نورت. بهالآن وهالعين تقبريني يا ستي. ما بصدقي اذا بقول لك انه من ساعه اجت ببالي. تقبري قلبي القلوب عن بعضها، مشان هيك اجيت اشرب عندك فنجان قهوه. اي مو على عيني. خيريه اوام حقينا بفنجان القهوه. يلا يا مو كله علي انا، خلي شي مره زهره تعمل هالقهوه. سدي حالك وروحي يلا. يو على جيل هالايام ما بيسمع الكلمه بنوب. الله يكون بالعون. تفضلي تفضلي شهيره خانم. الله يزيد فضلك الهي. هاتي لشوف، احكي لنا شو اخبار الحاره بالتفصيل. خيريه 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 خيريه، تعي يا خيريه وهاتي يا خيريه، وكله مشان ست الحسن والجمال زهره خانم المدلله. لكان كله له طلباته مستجابه. شو بتحبوا تتغدوا اسالوا زهره، شو بتحبوا تتعشوا اسالوا زهره، واذا بدنا نطلع سيران لازم نسال الست زهره. يا ريت يا ريتني طلعت خرصه وطرشه، كنت بلاقي مين يدللني. وابو عصام مانو مبسوط من صهره جوز بنته بوران بنوب. يو ليش بقى؟ عم بيقولوا انه صهره عونطجي تارك شغله ولاحق شغله هالحمام، ويا من ترى عم يتخانق مع هالحميماتيه يلي من نمرته. على شو بيتخانق لي مع فلان؟ ام لانه سقط له طير بيروح بيقتله، وبيتخانق مع علان مشان جوز حمام. تفضلي خاله ام بشير. يو يسلموا ايديك تقبريني. الهي يفرحني بعرسك انت واختك زهره. يعني على قامتي، يعني ما بصير كون لحالي عروس، لازم تكون الست زهرة معي. فإن الله شي بطئ. يا مخيرية شوفوا ميد على الباب. هاي امزكي تقبريني، وأنا جاي لعندك شافتني على الطريق سألتني وين رايحة، قلت لها لعند أم خاطر، قالت لي روح لحقك. أهلين وسهلين بخالتي امزكي. بقامتك خيرية. تعي هاتي لك بوسة. طمنيني امك وام بشير شربوا القهوة لما لسه؟ لا ايو معقول يشربوا القهوة بلاكي خالتي امزكي؟ شلون هيك؟ ليكون عم يكسروا الصفرة مع بعضهم وما عندي خبر. لا لا خالتي امزكي عم يشربوا القهوة. قلتيلي يلا هيكونوا لهم يكسروا الصفرة من عندي. يكسروا
قومك إلى عيش ودفئة، ما قلنا لا تفضلي،